احنا كان بقالنا كام سنة؟ 6 سنين 6 سنين. عملتي كام حقن مجاري؟ طيب احنا عندنا بيبي الحمد لله كبير، تكوينة البيبي كويسة جدا بفضل من عند ربنا، وده النبض بتاع البيبي. ألف مبروك الحمد لله تمام. قولي بقى دعيتك وربنا يكرمك يكرمك على خير. البيبي بدأ يتكون، تكوينته كويسة جدا، الإيدين والرجلين والأطراف كل حاجة في البيبي شكلها كويس. احنا بقى لنا قلنا ظهرت كل حاجة الحمد لله. احنا بقى لنا دلوقتي قد ايه؟ كنا بندور على 7 سنين ولا 6 سنين؟ 6 سنين 6 سنين. ربنا يبارك لك ويكمل لك على خير ان شاء الله. خلال الفتره اللي جايه دي اهم حاجه نلتزم بحمض فيك، ونلتزم بالفيتامينات اللي احنا هنكتبها لك والارشادات اللي احنا هنقول لك عليها. اهم حاجه هنشوف تحاليل التشوهات بعد فتره معينه، هنشتغل على هنشوف تشوهات الاجنه. ده روتين لكل الحوامل مش لواحده فقط، لازم بنبقى متاكدين تماما ان كل حاجه كويسه في الجنين، وربنا يكرمك ان شاء الله.